اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامجكم برنامج مجله المانيا، برنامجكم اللي ينقلكم للتعرف على الحياه العامه في المانيا. اعزائي المشاهدين، اليوم حلقتنا حلقه خاصه ومميزه، ننقل لكم بها تقارير عن الجاليه العراقيه واحتفالاتها لهذا اليوم بمناسبه العيد اولا، وثانيا بمناسبه تكريم الطاقات العراقيه المتواجده في المانيا في مجال العلم والتكنولوجيا والصناعه والصحافه. تعالوا يا أعزائي المشاهدين نطلع على أبناء الجالية العراقية وعلى نتاجاتهم في ألمانيا الاتحادية. أعزائي المشاهدين، حفل إبداع هو حفل فني ثقافي أقيم لأبناء الجالية العراقية في ألمانيا. الغاية من أولا التواصل بين أبناء الجالية، وأيضا جعل يعني دعم الجالية العراقية من خلال تكريم أبناء الجالية العراقية المبدعين في ساحة العمل في ألمانيا. دعونا أعزائي المشاهدين نلتقي مع منظم ومدير هذا وصاحب فكرة هذا الحفل، الأستاذ الأحمدي. مرحبا أستاذ، شكرا جزيلا على هذه الدعوة الكريمة. أولا أستاذ فراس، ممكن تحدثنا عن أهم الفكرة أولا، من جتي فكرة حفل إبداع؟ يا مرحبا بكم كل المشاهدين الكرام، سعيد بتواجدكم اليوم. أكيد الفكرة بدأت صار لنا سنوات احنا في ألمانيا، للأسف النشاطات ما كانت فعالة، وقبل عدة سنوات حاولت أنه أقيم صفحة لإبداع على الفيسبوك ولاقت بعض النجاح، فحبينا أن هذا النجاح نطوره وننزل إلى أرض الواقع، ما يبقى فقط على شبكات التواصل الاجتماعي. وبالفعل نجحنا في لملمة بعض من المبدعين في كل المجالات. اليوم أكو خصوصية لحفل إبداع، أنتم راح تكرمون بعض الشخصيات العراقية، ممكن تحكيني عن هذا التكريم، سبب التكريم، ومن هم المكرمون؟ يعني بالضبط كلمة تكريم هي إذا حضرتك قصدت بها هو دعوتهم لأن يتواجدوا ويكونون متحدثين اليوم، فبالفعل هذا شرف إلنا مو إلهم. أما من ناحية التكريم فهو فقط تكريم معنوي، احنا سعيدين بتواجدهم. هذه السنة بالفعل مميزة، سبقت العام كان فقط إبداع للثقافة والفنون، لكن هذه السنة هو للعلوم والثقافة والفنون. فالآن معانا اثنين من علماء العراق ومن مبدعي العراق. أعزائي المشاهدين، من الكوادر التي تعمل في قناة الدويتشة فيلة دي دبليو عربية هو الأستاذ محمد الشراي، إذ هو مسؤول قسم التسويق في العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط. عدسة برنامجنا لهذا اليوم أيضا أجرت هذا اللقاء مع الأستاذ محمد، وسألنا أستاذ محمد الدخول في عالم دويتشة فيلة العربية، ويعني هي قضية ليست سهلة، يعني كيف كعراقيين كعراقي استطعت أن تمخر بسفينتك عباب عالم الإعلام والميديا؟ صراحة الدخول يعني كان بدايته عن طريق الدراسة، الدراسة في أكاديمية دويتشة فيلة. دويتشة فيلة لديها أكاديمية كبيرة، إحدى أكبر أكاديميات في أوروبا في العالم أيضا،
أنا كنت طالب في الأكاديمية في أكاديمية دويتشة فيلا، درست الإعلام الدولي فيها، وأثناء الدراسة طبعاً تعرفت وسعت، كانت عندي بعض الخبرات البسيطة والسطحية خلينا نحكيها في مجال الإعلام، وسعتها أثناء دراستي في أكاديمية دويتشة فيلا، ومن ثم انتقلت إلى العمل في نفس المؤسسة، فأنا يعني تقدر تسميني ابن المؤسسة. طيب يعني دويتشة فيلا لديها شراكات الكثير مع التلفزيونات العراقية، كيف كان التعاطي والتعامل بين دويتشة فيلا والمؤسسات الإعلامية العراقية؟ التعامل مع المؤسسات الإعلامية بصورة عامة عند دويتشة فيلا كمؤسسة بصورة عامة يعني تتمتع بشراكات استراتيجية مع كثير من المؤسسات الإعلامية في العالم والعالم العربي وبالأخص العراق، يعني نسبة المشاهدة لدينا حسب الإحصاءات الأخيرة عالية جدا في العراق، فضل يعني الفضل الكبير يعود إلى الشراكات الاستراتيجية اللي موجودة مع البلدان العربية وبالأخص يعني العراق، فعندنا مثلا مؤسسات كشبكة الإعلام العراقي يعني عندنا كانت شراكة معهم ونأمل أنه نوسعها أكثر، وكثير مؤسسات الأخرى عندنا شراكة معهم وشغالين على عدة مشاريع، سواء كانت إنتاجات مشتركة، سواء كانت تغطيات مشتركة، سواء كانت يعني تبادل محتوى إلى آخره. العراق يتمتع بسوق إعلامي جيد بصورة عامة، يعني إذا تكلمنا على التلفزيون فيوجد كثير من المشاهدين، إذا تكلمنا على الأونلاين فيوجد كثير من المستهلكين والمستخدمين، وحتى أيضا وسائل التواصل الاجتماعي حسب الإحصاءات يعني في ارتفاع كبير في سوق وسائل التواصل الاجتماعي الإعلامي في العراق، وبالتالي هذه يعني حفزنا أنه نبني استراتيجيات، نبني شراكات استراتيجية مع العراق أكيد مع كافة الدول، بس بما أنه السوق العراقي عندنا سوق استراتيجي فعندنا الاهتمام الكبير فيه، في سوق إعلامي كبير، في مستهلكين، في سوق جيدة في الإعلام العراقي، في مؤسسات بصراحة يعني بالرغم من الظروف المحيطة بالعراق ولكنها تبدي إبداع جيد. أعزائي المشاهدين، مجلة ألمانيا التقت أيضا بالقنصل العام في مدينة فرانكفورت وسألناه عن أبناء الجالية العراقية وعن نشاطه. أستاذ مصطفى أهلا وسهلا بك في مجلة ألمانيا، كيف تحدثنا عن الجالية العراقية ونشاطها في ألمانيا؟ بالحقيقة أستاذ عامر، الجالية العراقية في أكثر من مقاطعة من مقاطعات المدن الألمانية من الجاليات الناشطة. السنة الماضية على سبيل المثال كنا في مشاركة مع حفل إبداع، كان التركيز على الجانب الفني والأدبي والروائي والأكاديمي، اليوم في حفل الإبداع الجديد هو التركيز على الجانب العلمي، ومن خلال ما شاهدت حضرتك ومن خلال ما شاهدناه اليوم بهذا الحفل كثير من الشخصيات العراقية الشابة اللامعة في مجال العلم ومجال الأكاديمي اللي أخذوا شقوا طريقهم في الجامعات الألمانية وحتى في عديد من المؤسسات الألمانية العريقة، وأثبتوا حضورهم وقدروا يثبتون بصمتهم، وهي بصمة عراقية أصيلة نابعة من معاناة قد يكون جاءوا بصفات اللجوء الإنساني أو بصفات مختلفة، لكن استطاعوا أن يحصلوا على دور في هذا المجتمع ويحققوا تواجد واندماج بالمجتمع الألماني. لكن مع ذلك نلاحظ أنه الجالية العراقية رغم كل هذا محتفظين بأصالتهم وبهويتهم العراقية الأصيلة. نعم أعزائي المشاهدين، يعني لا ننسى أن القنصلية العامة والسفارة العراقية في مدينة برلين تعتبر اليوم أصبحت يعني المنزل الكبير لأبناء الجالية العراقية، ويأيدني أستاذ محمد بهذا الأمر. أعزائي المشاهدين، أبناء الجالية العراقية أيضا دخلوا في عالم الفن وعالم إدارة المهرجانات الفنية، وأحد هؤلاء الشخصيات التي دخلت في هذا العالم هو المدير الفني أستاذ سدير. أستاذ سدير مرحبا، أهلا وسهلا فيك ببرنامج مجلة ألمانيا. أستاذ سدير، أنت تجلس ويا الجاليات العراقية والعربية، كيف تجد التواصل بين الجالية العراقية والعراق أصلا؟ يعني احنا عندنا الحمد لله والشكر احلى جاليه، هي الجاليه العراقيه اللي لحد الان طموحاتهم وموجودين بكل الحفلات ويانا، دائما كل حفله نسويها للجاليه العراقيه كلهم ويانا، من
يعني من جنوب ألمانيا إلى شمالها، وحتى من أطراف ألمانيا يجون، من هولندا بلجيكا يجون يحضرون الحفلات، والمطربين هم ما يقصرون ويانا، دائما منفعلين ويانا وما شاء الله عليه. مدامك قلت لي على المطربين، المطرب العراقي عندما يصعد على الستيج في ألمانيا في حفل فني، يعني شنو الأغاني اللي دائما يغنيها بالبداية؟ اوكي، الحلو بالمطرب اول ما يصعد ينسى هو منين، من العراق. اول ما يصعد يغني طبعا اغنيه وطنيه للعراق كله، اللي تشمل العراق كله من شماله لجنوبه، وهذا الشيء اللي يفرحني ويخليني استمر بهذا يعني المشروع. وعلى هامش الحفل أقيم معرض فني تشكيلي لعدد من أبناء الجالية العراقية المقيمين في ألمانيا، عرضت فيه الكثير من الأعمال الفنية من صور ولوحات فنية تحكي عن قضية العراق وعن حضارة وادي الرافدين. أعزائي المشاهدين، واحدة من الإعلاميات المشهورة الست سناء الحمداني موجودة على الساحة الألمانية، وهي تبث الكثير من البرامج المنوعة والبرامج السياسية الموجودة في ألمانيا. مساء الخير ست سناء. مساء. سناء، ممكن تحدثين عن تجربتك الإعلامية في ألمانيا؟ طبعا تجربة، يعني أنا سعيدة أنه قدرت أقدم شيء يعني للاجئين العراقيين أو العرب بشكل عام بألمانيا. يعني حاولت انه احاول اخلي الاندماج يكون اسهل لهم، اكتسبت خبرة كبيرة، ويعني اخر فترة شفت انه حتى يعني اللاجئين العرب اللي موجودين هسه بألمانيا خاصة العراقيين، يعني بدي اشوف ابداعاتهم، بدي يقدمون شيء بألمانيا، بدي يحاولون يطورون نفسهم، وهذا هو اهم شيء بالنسبة إلي وبالنسبة إلهم، يعني حتى يقدرون يقدمون شيء، يقدرون يندمجون ويلقون طريقهم الجديد بألمانيا. فأنا دائما يسعدني أشوف هاي النجاحات، وحضوري خاصة هنا اليوم بحفل إبداع، حفل عراقي، يعني أنا سعيدة دائما بوجودي بين ناسي وأهلي وأشوف إبداعاتهم ونستفيد من بعض. الإعلام بشكل عام مو سهل واحد يدخله، جهد كبير، تعب، بس بنفس الوقت يعني لازم الشخص هو رايد هالشي يقدم، يعني يحاول يسوي تدريب مهني، إن كان بالساحة الإعلامية الألمانية أو بالساحة الإعلامية العربية. بصراحة هي نفس الشيء، الألماني يعني لازم الواحد يقوي اللغة شوية، يحاول يكتسب خبرة من أوقاته بالتدريب المهني، ويحاول يعني ما يضيع وقته، أهم شيء أنه تركيز على اللغة، يحاول يقدم بأكثر، يعني أكثر شيء هو يقدر يسويه هو النشاط طبعاً، بس بنفس الوقت يحاول يركز هل هو فعلاً هذا طريقه؟ إذا فعلاً هذا هو الطريق اللي يريد يمشي به، لازم يتحدى نفسه ويتحدى كل الصعوبات، حتى لو كانت هي اللغة، لازم يشد حيله ويقوي. وأنا بدايتي هاي بمجال الألماني أو بمجال العربي، وأستمتع بهذا الشغل، واللي يحب شيء يوصل للشيء اللي يريده. ما هي مشاريع سناء الحمداني في المستقبل؟ صراحة هواية مشاريع، يعني ناوية على شغلات حلوة، ناوية أقدم شيء للمجتمع،
حتى يستفيد منه بالأول والأخير. أنا بدايتي قدمت شيء للاجئين العرب، ناوية أقدم شيء للنساء. حابة أنه المرأة تطلع وتتحدى نفسها وتحاول تقدم شيء للمجتمع وتكون جريئة أكثر، لأن المرأة شوية بعيدة عن الإعلام. أنا أريد أشجع المرأة أنه تطلع تقدم شيء، تحاول تقدم نشاطات بمجتمع الألماني، تتعلم اللغة وما تخاف. يعني إن شاء الله سلسلة جديدة راح تكون على قناة دي دبليو، وأتمنى أنه تنال إعجاب المشاهدين وأحاول أقدم شيء للمجتمع، وهذا اللي أتمنى أنه كل عراقي يسويه بألمانيا. نعم أعزائي المشاهدين، الست سناء تعتبر واحدة من الإعلاميات المشهورات هنا في ألمانيا. هي تقول أنا غير مشهورة، وأنا أؤكد العكس. هي تعمل في القناة الدويتشة العربية، دويتشة فالا العربية، وأيضا تعمل في القناة الأولى الألمانية بلغتين، وهذه قضية يعني صعبة للإعلام. تتحدث اللغة الألمانية بطلاقة وتقدم إلى التلفزيون باللغة العربية وأيضا تقدم باللغة الألمانية. فمبروك لك ست سناء، وشكرا على هذا اللقاء. شكرا لك أستاذ الموسوي، عامر الموسوي. يعني أنا دائما أتشرف أنه أكون وياك، وهو الإعلامي اللي إحنا نفتخر به كل العراقيين بألمانيا. شكرا لك. أعزائي المشاهدين، المرأة العراقية كانت ولا زالت ناشطة في الجانب الثقافي حتى في ألمانيا. هنالك الكثير من الجمعيات التي يعني تم تنظيمها وتأسيسها لدعم النساء والحركة النسوية داخل وخارج العراق. دعونا أعزائي المشاهدين نلتقي مع الست كردستان أحمد، رئيسة قسم النساء في النادي والتجمع الثقافي في مدينة هامبورغ. مساء الخير في مجلة ألمانيا. نور، أهلا وسهلا بكم، وشرفتوني بهذا اللقاء السعيد. عن هذا التواصل بين أبناء الجالية العراقية في ألمانيا وفي داخل العراق، كيف هي أواصر أواصر التواصل بين الطرفين؟ هل هي قوية؟ هل هي متينة؟ هل هي ضعيفة؟ احكي لي الكثير المزيد. والله الحمد لله والشكر، العلاقات جدا قوية، ويعني إن شاء الله إحنا بس المهم عندنا أنه يكون عندنا فد مقر تدعمنا الحكومة الألمانية، فراح نزيد من نشاطاتنا إن شاء الله. يعني لحد الآن يعني فشي بشر بالخير. أعزائي المشاهدين، المرأة العراقية مرأة قوية سواء كانت في داخل العراق أو حتى في خارج العراق. دعونا نلتقي أحد السيدات العراقيات الناشطات في المجال النسوي، السيدة زينب حسن. مرحبا سيد زينب، وأهلا وسهلا بك في مجلة ألمانيا. حدثيني عن اختصاصك وأين تعملين الآن؟ أنا المستشار الاقتصادي بجامعة الدول العربية للمرأة المتخصصة، وممثل نادي الإمارات في ألمانيا. واشتغل إضافة إلى ذلك أورجانيزيشن أعمل للمعارض الدولية. طيب سيد زينب، يعني المرأة العراقية معروف عليها قوتها وتصميمها، كيف تعيشون أنتم في ألمانيا؟ كيف تدخلون مجالات العمل كنساء في ألمانيا في المهجر؟ نعم طبعا هنا مجالاتنا مفتوحة أكثر، يعني بالعكس أنا أشوف هنا نساء عراقيات كثير أثبتوا وجود يعني هائل بحركتهم ونشاطاتهم، إضافة دراسة وأولاد، بس لقينا أنه هم يشتغلون بكل المجالات، يعني يشتغلوا بكل الأشياء وخاصة التطوعات، يعني عندهم بمجال كبير جدا. طيب التواصل بين الجالية العراقية والداخل العراق تشوفيه قوي، وشون توصفيه؟ والله احنا هاي الجالية العراقية اللي تحت سواها الأستاذ فراس الأحمدي، واكو بعض الجاليات يعني يطلعون بعض الأشياء كثير أشياء حلوة. اليوم نلتقي أيضا مع أحد السيدات العراقيات اللائي دخلنا سوق العمل الألماني وفي مجال الماركتينج، ست ياسمين
مرحبا بك في مجلة ألمانيا. كيف تجدين دور المرأة العراقية في ألمانيا اليوم؟ المرأة العراقية في ألمانيا اليوم أقوى من قبل، يعني قوية صارت بعد ما طلعت للمجتمع الأجنبي وتشوف النساء البقيات كيف هم همين يطلعون وحدهم ويشتغلون، فهي هم صارت أقوى وتطلع. يبني هم أنطي لكل النساء أنه يتعلمون أنه يقفون على رجليهم ويطلعون للطريق إلهم النفسهم، يكونون أقوياء وإلى أطفالهم وأطفال أطفالهم. هذا أنا اللي أشوفه حلو، يعني أحسن ما واحد بس بالبيت وقاعد وكل شيء ما يعرف من الدنيا. في البداية أحب أشكرك وأشكر قناة العراقية، القناة الراعي الرسمي للعراقيين في العراق وخارج العراق. أما بخصوص الطاقات المختصة بالمجال الإعلامي من قبل الشباب اللي موجودين في أوروبا، مساهمة رائعة جدا وفعالة في ذات الوقت. أكيد طبيعة المكان، احترام الكاميرا، احترام الصحفي، احترام اللوجو القناة نفسه، مما أدى إلى اندفاع كثير من الشباب. وتعرف حضرتك أنه في أوروبا يقدر الشاب يمتلك كاميرا، مجالات الدراسة المختصة بالصحافة أو الإعلام مفتوحة، دعم، هناك دعم. مرحبا بك، اليوم أنت تقدمين البرنامج وحفل، كيف تجدين هذا الحفل اليوم للسنة الثالثة؟ طبعا أنا أهلا وسهلا بكم. البداية أنا السنة الثانية صار لي هنا، وأشوف الفكرة جدا رائعة أنه كلنا نلتم ويتقدمون شخصيات إلها مكان وإلها مركز ومسوية شيء. وأكيد حفل إبداع هو دلالة وبصمة على أنه إحنا فعلا مبدعين بأفكارنا وفعالياتنا. أستاذ سامي الغضبان، كيف تجد الحفل اليوم لهذه السنة؟ طبعا هو حفل أو هو عرس عراقي في أوروبا، أكبر وأضخم حفل في ألمانيا يقام هذا السنة بمشاركة عديد من الفنانين العراقيين المغتربين في أوروبا. وأيضا هناك كان معرض تشكيلي، ومثل ما شفتوا أيضا هناك معرض أو فيديو لمصوري حفل إبداع لهذه السنة. حفل جدا رائع وعرس عراقي اليوم شاهدناه في هذا الحفل. أعزائي المشاهدين، هؤلاء مقدمو برنامج اليوم وبرنامج الليلة، مبدعون عراقيون وإعلاميون مقدمون رائعون جدا. يعني هو نداء للمؤسسات الإعلامية الموجودة في العراق أن ترعى مثل هكذا طاقات موجودة في ألمانيا، وهي أدرى بشعاب ألمانيا. وكننا فخر بهؤلاء الشخصيات، بكيسة أمل وبأستاذ سام. شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا لك. أعزائي المشاهدين، برنامج حفلة اليوم يتضمن الكثير من المقامات العراقية والأغاني العراقية، وهناك الكثير من أبناء الجالية العراقية الذين سيشاركون في هذا الحفل الفني الذي ينهي هذا اللقاء العراقي الأصيل. وصلنا وياكم أعزائي المشاهدين إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، ملتقانا يجدد وياكم في الحلقة القادمة من برنامج مجلة ألمانيا.